هناك الهلال، الهلال الآن من المخجل أن أحد يتهم الهلال، من المخجل أن يتهم الهلال الآن أنه فريق أنه محابة أو فريق كذا. الهلال الآن جالس يقدم نفسه، دخل بطل سوبر وقبل السوبر بطل كأس ملك ومستعد استعداد قوي، شاهدناهم أمام الشباب فريق متمكن، فريق يملك العناصر، رجع من آسيا يعني أو فريق آخر يرجع من آسيا بمخفق ويرجع بهالروح بالعمل الفني الكبير. من المخجل انه شكك في الهلال الفتره الماضيه. طيب. من جميع الانديه ممكن انا اتذكر الهلال في اتذكر ما يحدث نفس مستويات النصر 2014. طيب. ولكن يجب ان يعرفون الجمهور الانديه الاخرى سواء اهلي او اتحاد او نصر او انه العمل دائما هو من يقدم، يعني موضوع التحكيم لن يقدم اي شيء في الفتره القادمه. طيب جميل جميل.